أهلا مرة تانية بكل مشاهدينا أصدقاء برنامج زينة والفقرة اللي بتحبوها أكلات وحكايات. والنهاردة الفقرة عن اسكندرية وأهل اسكندرية وأكل اسكندرية. رحبوا معايا بضيوفي على الهوا في زينة، أول مرة تطلع على الهوا الشيف الجميلة المتألقة ياسمين فوزي من أهل اسكندرية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. حالك طيب. ورحبوا معايا الباحثة الاجتماعية الاسكندرانية اماني بدر الدين. اهلا بيكي يا اماني. حضرتك اهلا بيكي. جايه من اسكندريه النهارده؟ اه. طب انا بحييكي وخطوه عزيزه على زينة. ربنا يخليكي. الحقيقه طبعا لما اتكلم على اسكندريه بكلام كتير قوي هيتقال، اتكلم على جمالها ولا شاطئها ولا ناسها ولا اماكنها الظريفه والسياحيه والطبيعيه والشط المتميز، مش عارفه اتكلم عن ايه ولا عن ايه، بس النهارده هنركز في الاكلات والحكايات. الحكايات تحب تكون عن ايه؟ يعني عن اكلات اسكندريه. عن تطبخي كويس؟ اه. تعملي اكل كويس ايه؟ بعمل صواني، كل الصواني شاطره فيها، صواني السردين، الجلاش باللحمه المفرومه. طب قولي لي انت باحثه اجتماعيه، شايفه ان في علاقه ما بين الحاله النفسيه لاهل البيت والاكل الحلو؟ اه طبعا اكيد. ازاي بقى؟ احكي لي. يعني الواحد لما بيبقى مزاجه حلو بيعمل الاكل بيطلع، يعني بيطلع معاه حلو، لو مزاجه مش حلو بيطلع مش حلو. ده بالنسبه للي بيعمل الاكل. طب اللي بياكل الاكل تفتكر لو انت عامله اكلات بيتاثر؟ لا بيتاثر طبعا، بيتاثر. يعني لو في مثلا زعل في البيت او شد او كده ممكن اكله حلوه تدور الامور يعني؟ اه ممكن، صح فعلا. فعلا فعلا. ايوه ايوه. طب ده حصل معاكي يعني؟ ايوه كتير كتير. عملتي اكله حلوه لمين بقى وصالحتيه؟ عملت لجوزي. لجوزك؟ عندك ولاد؟ عندي اه، عندي بنت وعندي ولد. بيحبوا اكلات ايه اسكندرانيه؟ الاسكندرانيه بيحبوا الاسماك وبيحبوا الكبده طبعا الاسكندراني، وبيحبوا الصبيط جدا طبعا. طب النهارده معانا صبيط الشيف ياسمين، هتقول لنا ازاي الصبيط هيتعمل. النهارده هنعمل صبيط مقلي ورز صياديه بالبطاطس والجزر، وهنعمل معانا الحلو ايس كريم بالفراوله، ومعانا طحينه بقى، سلطه الطحينه. الله، فتحتي نفسي ياسمين. طب نبدا بايه؟ هنبدا بالصبيط عشان يتبل ونسيبه شويه بعدين يتشرب يعني. طيب يتبل. نبدا بالصبيط. حطينا نص كيلو صبيط متنضف عليه بيضه ونص معلقه بيضه. اول مره اسمع الصبيط يتبل بالبيضه. اه عشان ينفش. طيب صبيط متقطع شرايح وبيضه وايه؟ ونص معلقه جنزبيل ورشه قرفه. حطينا نص معلقه فلفل اسمر ويعني نص معلقه ملح، او يعني على حسب ما تدوقي بعد كده، ما تزوديش عشان ما يبقاش حادق قوي يعني. كويس. تبلوها مع بعض كلها ونسيبها شويه لحد ما نبدا في الرز. طيب هنسيبها قد ايه بقى؟ يعني الطبيعي يعني المفروض ان هي تقعد من نص ساعه لساعتين، بس لو انت مستعجله عليها هتاخد برده وتشرب التتبيله منها، مفيش مشاكل. طيب خلاص احنا تبلنا خلاص الصبيط. اه هنسيبها شويه ونبدا بقى في الرز. رز اسمه ايه؟ رز صياديه. اه. بالبطاطس والجزر. هو المفروض ان هو اصلا بيبقى صياديه بس. بس البطاطس والجزر جديده بقى يعني، حاجه كده بيضيفوا يعني قيمه غذائيه وكمان لون، لون الجزر الحلو يعني. انا هحط بقى بصل مبشوره انا بس عايزه اقول من غير ماركات للاواني، اللي بيستخدموا النوع ده من الاواني لازم يستخدموا حاجات بلاستيك يقلبوا بيها، عشان جرح الماده دي ممكن يؤدي لامراض خطيره. يعني جرح الماده اللي بتغطي الحله او الاناء لو هو من النوع اللي غير لاصق، طبعا انتوا فاهمين قصدي، ممكن يسبب امراض، فلازم تكون المعلقه سيليكون او خشب. حط عليها نص معلقه جنزبيل، معلقه قرفه، فصين ثوم. طب قولي تاني موضوع الرز كده، مقادير التوابل دي ايه؟ الاول نص كيلو رز. اه. عليه بصله مبشوره مع نص معلقه جنزبيل ورشه قرفه، نص معلقه ملح او معلقه يعني. انا ملاحظه ان انت في كل اكلاتك حاطه الجنزبيل والقرفه. اه هي بتدي ريحه وطعم قوي يعني، حتى لو دقتيه هتلاقي مش، هي مش باينه قوي. انت حطيتي قرفه مع كمان ال مع الصبيط. الصبيط رشه بسيطه قوي ما تبقاش باينه، بس بتغير الطعم. كويس قوي. طيب هنسيبك بقى تكملي الحكايه دي ونشوف بقى القمر بتاعتنا اماني وهي باحثه اجتماعيه في اسكندريه. طيب الباحثه الاجتماعيه شايفه دورها مهم في المدارس؟ انت في مدرسه؟ انا كنت بشتغل في مدرسه وحاليا لا. طيب شايفه دورها يتمثل في ايه؟ يعني لو الطفل عنده مشكله ايه يروح امتى للباحثه الاجتماعيه؟ يعني لما يبقى في اي مشكله طبعا لازم يلجا للباحثه الاجتماعيه، لان هي اللي
هتقدر يعني تقف في الموضوع ده، وخصوصا الاطفال يعني ما عندهمش وعي للموضوع دوت ازاي يحلوا المشكله يتعرضوا ليها يعني. طبعا عندك فكره باهميه مجالس الاباء وبتحضرها برضو بعض الامهات، شايفه التواصل ما بين البيت والاسره ممكن يبقى شكله ازاي ويكون بشكل ايجابي يعود بنفع على الطفل يعني؟ يعني لازم يبقى في دايما تواصل بينهم، يعني يبقى في دايما المدارس تعمل اجتماعات لاولياء الامور، ده بيعمل تواصل وده بيحصل يعني حقيقي الموضوع ده، ان هو بيحصل اجتماعات لاولياء الامور مع المدرسين عشان يحصل تواصل، في حد عنده مشكله بيناقشها، كل ده بيحصل اصلا في المدارس يعني، وانا اتعرضت دي اصلا. طيب موضوع التوفيق ما بين العمل والبيت والمطبخ وكده، احكي لنا بقى ازاي انت كامراه لما كنت عامله كنت عامله التوفيق ده؟ بتعملي بقى جدول بالليل الصبح اعمل كذا كذا كذا، ولا بتبقي ماشيه ازاي؟ لا هو الموضوع مش بيبقى ماشي بجدول قوي، بس يعني بحاول ان انا انظمه يعني، ان انا ما ما يبقاش ده تاثيره على ده يعني، ما يبقاش تاثير البيت على الشغل على البيت يعني. وصلت لغايه فين يا ياسمين؟ ولما مثلا نحمر البصل ما عملتش اي حاجه؟ طيب حطينا الصبيت سايبينه زي ما هو، ونحمر البصله تعمليش حاجه من غير ما تقولي لنا؟ لا مش هعمل. طيب خلاص. دلوقتي طبعا في اوكازيونات في البلد، وانت بقى كتير درس علم نفس واجتماع، قولي لنا موضوع الشراء وتاثير الناحيه النفسيه على الشراء. ساعات تبقى الست مكتئبه او متضايقه من حاجه تخلص كل الفلوس وهي بتشتري. ده الشوبينج ده اكتر حاجه تضيع يعني، تضيع التوتر وتخلي النفسيه كويسه جدا يعني. بس ممكن تخلي الجيب فيه مشكله. ده مش عندنا احنا بقى. طب ازاي احنا ننزل السوق حتى لو كان في اغراءات وعروض وخصومات ما نجيبش حاجه مش عايزينها؟ يعني يبقى في زي قائمه كده ونكتب فيها الحاجات الضروريه اللي لازم نجيبها، الحاجات اللي مش ضروريه ما نجيبهاش، والقائمه دي مهمه على فكره يعني. اهل اسكندريه يعني انا انصح بالموضوع دوت. اهل اسكندريه شاطرين في الشراء وفي المطبخ وفي العلاقات العائليه وفي الغنى صح؟ هتسمعني ايه بقى اسكندراني النهارده؟ هسمع علي الحجار يا اسكندراني. طيب نسمع منك النهارده الفقره اسكندراني خالص، سواء اكل او غنى. يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني، شطك ناداني والموج رماني. يا اسكندراني بحرين عيونك الله يسونك، شربت منهم عطشت تاني. يا اسكندراني يا اسكندراني يا اسكندراني، يا اسكندريه والحب جاني على البحر الابيض المعجباني. يا اسكندريه الحب جاني على البحر الابيض المعجباني، ومدد يا مرسي مدد يا مرسي مدد يا مرسي، للحق لي كرسي عالشط واقعد سلطان زماني. يا اسكندريه يا اسكندريه يا اسكندريه يا مجنناني يا مجننانا. طيب يعني صوتك حلو وبتحبي طبعا بلدك جدا، واحنا كمان بنحب اسكندريه، لكن قولي لنا بقى ايه اسرار بتاعت الاسكندرانيه الشاطرين؟ يعني لو هنزور بلدكم في الشتاء نروح فين وفين وفين كاماكن عامه يعني، من غير اسامي طبعا ماركات، من غير دعايه لحد يعني، ونشتري السمك الطازه ازاي؟ طبعا ما فيش واحده اسكندرانيه ما تعرفش تشتري من السوق السمك المظبوط. هنا ممكن نتخدع يضحك علينا في بعض الاحيان، لكن لو انت اسكندرانيه استحاله يحصل معاكي كده. لا اكيد والله، هو موضوع الاماكن الحلوه اللي الناس بتحب تروحها طبعا البحر بتاع اسكندريه، دي اكتر مكان الناس بتحب تتمشى كده عليه. وفي ايه تاني؟ قلعه قايتباي والمنتزه. المنتزه طبعا دي حاجه تانية يعني، هي دي اصلا يعني اكتر مكان ممكن اي حد يروحه يبقى يحس فعلا باسكندريه وجمال اسكندريه. في كمان زي خان الخليلي هنا في القاهره، حاجه شبه كده في اسكندريه. عندنا منطقه المنشيه اللي هي اسمها الزنقه. الزنقه ايوه هي موجوده دي، حلوه جدا يعني. فيها ايه بقى قولي لي؟ يعني فيها كل حاجه،
كل حاجه اي حد عايز منها اي حاجه موجوده هناك، اكسسوارات وشربات وكل حاجه، كل حاجه موجوده هناك. جميل. جميل. طب نسمع منك بقى حاجه كمان طالما انت بقى بتحبي الغنى كده، وكمان بنشجع ياسمين تبدع اكتر في المطبخ النهارده. مبسوطه انا. مبسوطه هي ياسمين كمان تقول لنا على الاسماك بقى، تختار الاسماك ازاي؟ طيب هتقول لنا بعد ما نسمعك اغنيه ثانيه. تمام. اغني محمد الحلو وعمار يا اسكندريه. عمار يا اسكندريه. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مارية، وعدو مكتوب عليا ومسطر عالجبين، ومسطر عالجبين، لا شرب من الحب حبة، واحضن بحر المحبة، وانزل حضن الأحبة والناس الطيبين، والناس الطيبين. حكايتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا، وحواري اسكندرية وليالي المنشدين، واما التاريخ يواكب ويزاحم بالمناكب، تتعبى في المراكب وغناوي الصيادين، تتعبى في المراكب وغناوي الصيادين. وعمار يا اسكندرية يا جميلة يا مارية، وعدو مكتوب عليا ومسطر عالجبين، ومسطر عالجبين، لا شرب من الحب حبة، وانزل بحر المحبة، واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين، والناس الطيبين. والناس الطيبين دي تحتها خطين يعني جميل صوتك، ويعني بتغني أغاني حلوة بنحبها كلنا. أهم ما يميز شخصية المرأة في اسكندرية؟ الجدعنة. ازاي بقى قوليلي؟ يعني جدعة، جدعة يعني ست جدعة زي ما بيقولوا كده. تحسي انها مسؤولة؟ ايوه جدعة يعني مع اي حد، صاحبة قرار يعني. ايوه. طيب يعني احنا برضو بنتابعك يا ياسمين وشايفين انت وصلتي لغاية فين. انت سامعة؟ طبعا يعني كده مش عارفة اقاوم يعني. احكي لنا بقى، احكي لمشاهدينا وصلتي لغاية فين. حطينا الرز على البصل بعد ما حمرناه، وحطينا ميته والبصل والجزر والبطاطس، وسيبناه بقى يغلي، ودلوقتي بنقلي السوبيت. طيب احنا كنا تبلناه في البيض والجنزبيل والقرفه والفلفل والملح، وبعدين طلعتيه من البيض حطيتيه في الزيت ولا في حاجه ثانيه؟ بس الدقيق. الدقيق بيتحط عليه معلقتين نشا كبار ونص معلقه بيكنج باودر عشان يقرمش ويبقى منفوش زي الفراخ البلدي. ده اختياري ولا ده اجباري؟ لا مش اجباري، بس حاجه ما تخليش القشره تقع منه، يعني في الغالب اصلا الصبيت لما بيتقلق القشره بتقع منه. بنحط على الدقيق معلقتين نشا، يعني كوبايه الدقيق معلقتين نشا وعليها نص معلقه بيكنج باودر. دي بقى الاسرار الصغيره اللي ممكن تخلي التكي. الاكل احلى. طيب نرجع تاني بقى ونقول في اسكندريه زي ما هي مشهوره بصناعه الاسماك، او يعني محلات الاسماك الكتيره يعني وصيد الاسماك، في صناعه الحلويات وفي اماكن الحلويات مشهوره قوي في اسكندريه من غير ذكر اسامي، لكن نعرف الاكله الحلوه اللي تعتبر يعني علامه من علامات اسكندريه. لما اروح اسكندريه لازم اطلب اكل حلو كذا. رز بلبن بالايس كريم والمكسرات. ده سهل. لا ده يعني اصلا في اسكندريه في مكان معين ده لازم اي حد. رز بلبن المكسرات بالايس كريم لازم. في البيت الست الاسكندرانيه بتعمل اكل اي حلو يعني؟ لا بتعمل حاجات كتير، يعني احنا اصلا مشهورين بالحلويات زي الايس كريم والادوسيه. ايه الادوسيه؟ حاجه كده عامله زي هي عجينه يعني بتتعجن بالدقيق. الشيف ياسمين تقول لها عليه. هروح لها دلوقتي. بتتعجن وبتطلع كده رفنوعه خالص كده، وبتتاكل بقى باللبن والسكر. وين اسكندرانيه بينزلوا في الصيف على البلاج مع المصيفين، ولا هم بيحبوا ويفضلوا الفسحه على البلاج في الشتاء؟ لا في الشتاء طبعا، احنا عندنا اسكندريه في الصيف بتبقى مفيش مكان للفسحه. طب ما انا عارفه يعني بتبقى محتله من بقيه المحافظات يعني. ايوه. طيب قولي لي، طيب انت بتحبي بقى تروحي الشاطئ وبتاخدي معاكي الولاد، وبتحبي كمان في الشتاء بصفه خاصه زي ما انت بتقولي،
الشكل اليوم يوم الاجازه بيبقى فيه تخطيط يعني قبلها ولا لا بنمشي عشوائي؟ لا بنخطط قبل ما نروح، وخصوصا احنا يعني فسحتنا دايمه كمان في المنتزه. طيب نشوف اخر خطوه مع ياسمين وصلت لغايه فين عشان خلاص طلعنا الصبيط كده بقى. قليناه وكنا عملنا رز قبل كده وكنا عاملين رز، فاضل بس الطحينه خلاص يبقى خلص. طيب خلاص يا جماعه هنحط مع الاكله الحلوه دي الصبيط المقلي زي ما شفنا الطريقه ازاي، والرز اللي بالصياديه، طحينه، طبق طحينه بسيط طبعا بنضيف عليه الليمون والخل زي ما انتم عارفين، وبالهنا والشفا. وقت الحلقه خلص بسرعه عشان كانت اكلات حلوه وضيوف كمان حلوين وسمعنا غنى احلى واحلى. بكره وبعده كل يوم في اسر للعمل الجديده وموضوعات ايضا جديده، برنامجكم اليومي زينه. كل الحب والتحيه من فريق عمل النهارده.